القصر العيني جامعة القاهرة محطة تكريم تجريبي الصيفي، تعال احكي. بالظبط كده، لو تفتكروا معايا تدريب الصيف اللي فات والفلوج اللي عملته عنه ونزلته على الصفحة، فالنهاردة يوم التكريم وتوزيع شهادات إتمام التدريب الصيفي في القصر العيني، وطبعا الحضور كان في قاعة المؤتمرات. والمميز السنة دي في التدريب الصيفي إنه شارك فيه 13 اسم ما بين قسم النساء والأطفال والقلب والأوعية والنساء والرمد وغيرهم من الأقسام، وده كان الأوتفيت بتاعي بالمناسبة. والتكريم كان تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام عميد الكلية ودكتور صفيناز وكيلة الكلية، وتشرفنا بحضور دكتور مدحت مرسي أستاذ مادة التشريح، دكتور شيرين غالب نقيب الاطباء واستاذ الطب الجنائي، ودكتور نادين وكيل قسم النساء والولاده. وهنزل في فيديو منفصل كلمه الالقاء لكل دكتور منهم وقد ايه بجد كلامهم كان هايل فوق الوصف ورائع ومفيد جدا. وزي ما انتم عارفين ان التدريب بيبقى في شهر سبتمبر في الصيف، بس الخبر الحلو ان في امكانيه ان شاء الله ان التدريب يبقى صيفي وشتوي بعد كده، وده هيبقى مصلحه جدا للطلاب عشان نستفيد اكتر ويبقى تطبيق وتغيير جو.